بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا متابعينا الكرام متواصلين مع حضراتكم في أشواطنا الصباحية مع سن الكبار مع سن الحول لتعلن انطلاق شوطنا الخامس عشر للحول المحليات الأصيل وهذه الشعارات الحاضرة في هذا الشوط وهذه الأسماء المتواجدة في هذا الانطلاق الكبير والجميل مقدمة الشوط والمركز الأول أتابع خيره القادمة على أول المراكز لسلطان بن علي بن سلطان بن سالم البن تريم الاكتبي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات ويقدم لنا خير مع البداية المركز الثاني الحضور في هذه اللحظات والقدوم من غزل جابر بن خادم المنصوري يقدم لنا شعاره بينما التغيير في هذه اللحظات من قبل هذا الشعار القادمة سمهرم بشعار راشد بن محمد بن غالب المنصوري يقدم لنا شعاره ويحضر بحضور شعاره في هذه اللحظات بينما المركز الرابع القادمة مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي قادما وحاضرا بهذا الحضور بينما المركز الخامس انضمت في هذه اللحظات القادمة زهرة مع المركز الخامس في هذه اللحظات بشعار سلطان بن علي بن تريم الكتبي يقدم لنا شعاره بينما المركز السادس الحضور من الفاتنة عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي قادما وحاضرا في هذه اللحظات بينما القدوم بينما الحضور احضرت غازية محمد بن راشد بن غانم المنصوري مع المركز السابع في هذه اللحظات المركز الثامن الحضور في هذه اللحظات والتواجد من قيادة ياسر بن حمد بن سبعين المحرمي قادما وحاضرا بحضور شعاره القادمة غزوة في هذه اللحظات عبد الله بن سلطان الدرعي من يقدم لنا شعاره وكذلك الحضور من ايضا شواهين خليفة ام سيف بن خليفة بن عبيد الخيلي القادم في هذه اللحظات ايضا والحاضرة مشاهدينا الكرام من تحضر مع عاشر المراكز ومع عاشر التحديات هنا اتابع الذيب هلال بن علي بن ناصر السناني من يقدم لنا شعاره بهذا الحضور وبهذا التواجد لكن نعود والعود احمد نعود الى انطلاقة سمهر القادمة والحاضرة من غيرت الى مقدمة الشوط راشد بن محمد بن غالب المنصوري يقدم سمهرم بهذا الحضور بهذا التواجد تنطلق في هذه اللحظات هنا سمهرم وانطلاقاتها سمهرم وحضورها الكبير المركز الثاني القادمة غزل جابر بن خادم المنصوري يأتي شعار بالعوفري القادم والحاضر مع المركز الثاني اما المركز الثالث فأتابع مياسة لحامد بن مسلم بن سعيد الدرعي مع المركز الثالث المركز الرابع القادم الفاتنة شعار عبيد ام عتيق بن عبيد بن حارب الرميثي يقدم لنا شعار بينما
المركز الخامس الحضور هنا من زهرة لسلطان بن علي بن تريم الاكتبي، والمركز السادس احضرت في هذه اللحظات ووصلت هنا وتابع غازية لمحمد بن راشد بن غانم المنصوري. المنصوري بدأ في الحضور، بدأ في الانطلاق ايضا لتحضر وتنضم هنا شواهين سيف بن خليفة بن عبيد الخيلي قادم مع شعاره وايضا غزوة عبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعي من يقدم لنا شعاره في هذه اللحظات مع حضور غزوة وانطلاقات غزوة. بينما القدوم بينما الحضور احضرت في هذه اللحظات ووصلت خيرة سلطان بن علي بن سلطان بن سالم بن تريم الاكتبي يقدم لنا شعاره ويحضر بحضور شعاره الكبير الكبير. هنا ايضا هنا الوصول هنا الانضمام احضرت مرمرة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري، ولكن وين سمهرا مع البداية سمهرا مع الانطلاق الكبير والمميز تنطلق بشعارها تنطلق بانجازاتها تنطلق في هذه اللحظات بشعار راشد بن محمد بن غالب المنصوري يقدم لنا سمهرم. ولكن القدوم من غازية غازية يا غازية هنا محمد بن راشد بن غانم المنصوري قادم من أجل الفوز قادم من أجل الانتصار في عاصمة الميادين في عاصمة الملايين ميدان الوثبة أقوى الميادين الخليجية واعتاها. المركز الثالث القادمة في هذه اللحظات مياسة لحامد بن مسلم بن سعيد الدرعي 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 مع المركز الثالث المركز الرابع القادمة في هذه اللحظات هنا شواهين لسيف بن خليفة بن عبيد الخيلي مع المركز الرابع. المركز الخامس القدوم من غزل جابر بن خادم العوفري المنصوري. بينما القادمة الفاتنة عتيقة بن عبيد بن حارب الرميثي وصل مع الفاتنة وحضر مع الفاتنة 2 كيلو ما يفصلنا يا أهل الحول 2 ما يفصلنا عن الفوز وعن الانتصار. أتابع القادمة أتابع زهرة لسلطان بن علي بن تريم الاكتبي قادما بن تريم وحاضر في هذه اللحظات بالصريدي القادم في هذه اللحظات مع غزوة عبد الله بن سلطان بالصريدي الدرعي قادم وحاضر في هذه اللحظات. ايضا مرمرة محمد بن صالح بن عبد الله بن حبتور العامري ووصلت واحضرت حضور. انا اتابع شعفار بن اغلام بن موسى بن احمد البلوشي يقدم لنا شعاره، ولكن غازية استلمت زمام الامور وغزت الصدارة بشعار المنصوري محمد بن راشد بن غانم المنصوري. يا سلام على الانطلاقات على الحضور. ولكن مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي والقادمة شواهين الحاضرة شواهين بهذا الحضور وسمهرم. الكيلو الأخير الكيلو الخطير الكيلو المثير يا أهل الحول يا أهل الحول يا أهل الحول يا أهل الإنتاج. انطلقت غازية اندفعت غازية نحو الفوز نحو الناموس
بشعار دهشة الغنية عن التعريف، تنطلق بنفس الشعار، تنطلق في هذه اللحظات إلى الفوز إلى الانتصار. هنا انطلاقة غازية وحضورها بشعار محمد بن راشد بن غانم المنصوري وسمهرم قادمة وأيضا القادمة. هنا أتابع مرمرة 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 ومياسة وشواهين، ولكن غازية بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، طارت بالفوز طارت بالانتصار. إلا مياسة مياسة وغازية وسمهرم، الأمتار الأخيرة الأمتار الخطيرة، الدرعي الدرعي يقدم مياسة مياسة مياسة، غيرت نحو الفوز نحو الانتصار، يقدم لنا مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي. مشكور يا راعي الخوارة خوارة الجنيبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. أوصلت مشاهدين الكرام سمهرم راشد بن محمد بن غالب المنصوري المركز الثالث، غازية محمد بن راشد بن غانم المنصوري. والمركز الرابع كان الحضور مع شواهين سيف بن خليفة بن عبيد الخيلي، والمركز الخامس كان الحضور من غزل جابر بن خادم العوفري المنصوري. تهانينا لمالكي مياسة حامد بن مسلم بن سعيد الدرعي على هذا الفوز والانتصار الكبير والمميز في هذا الصباح. هنا 12 دقيقة 46 وستة أجزاء من الثانية، توقيتها ولحظات وصولها إلى خط النهاية. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني سمهرم، سمهرم لراشد بن محمد بن غالب المنصوري، 12 دقيقة 47 ثانية، خمسة أجزاء من الثانية. أما المركز الثالث فأتابع الحضور والقدوم، هنا كان مع غازية محمد بن راشد بن غانم المنصوري، قدمت أداء جميل وكبير في هذا الشوط. 12 دقيقة 47 ثانية وستة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.